السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بيخليك انت تتكلم ويكتب الكلام اللي انت هتقوله، وبعد كده تقدر تاخد الكلام ده كوبي تحطه في اي ملف من ملفات الكتابة. يعني على سبيل المثال هاجي اشغل هنا واقول له السلام عليكم، كيف حالك، هل انت بخير. وفي هنا برضو لو عايز تكتب شرطة خط جديد تقول له مثلا خط جديد، يروح عامل سطر جديد، فقرة جديدة، افتح القوسين، تقدر تقول الكلام دوت، هو يقدر يعمل insert للكلام دوت في قلب التكست هنا.